عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، نقدم لك بطاقة الدعم الثانية الخاصة بالتنفس في أوساط مختلفة للسنة الأولى إعدادي مادة علوم الحياة والأرض. تهدف طبعا هذه البطاقة إلى الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية بين الكائنات الحية ووسط عيشها، تعرف أن الكائن الحي يأخذ الأكسجين من الوسط ويطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون، تأويل نتائج تجريبية حول تعكر ماء الجير بعد الزفير. قبل التطرق إلى النشاط الأول، نذكرك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، بالمصطلحات المفتاح التي ستساعدك في إنجاز الأنشطة المقترحة. إذن نبدأ ببعض المصطلحات مثل التنفس. إذن ماذا يعني التنفس؟ طبعا التنفس هو تبادلات غازية بين الكائن الحي ووسط عيشه، بحيث يأخذ الأكسجين من الهواء ويطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون. نأخذ كمثال التنفس عند الإنسان. إذن الإنسان أيضا يحدث تبادلات غازية بينه وبين الوسط الهوائي، حيث يأخذ الأكسجين أثناء عملية الشهيق ويطرح ثنائي أكسيد الكربون أثناء عملية الزفير. إذن يجب أيضا التعرف على أعضاء الجهاز التنفسي عند الإنسان. إذن عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، كما تعرف أن الغازات التنفسية تعبر يعني إلى الجسم أو إلى الرئتين مرورا بالمسالك التنفسية التالية. إذن دخول الأكسجين عبر الحفرة الأنفية أو عبر الأنف، مرورا بالرغامة، ثم القصبتين الرئويتين اللتين تتفرعان داخل كل رئة إلى قصيبات تنتهي بأكياس هوائية التي تتفرع بدورها إلى حويصلات مجهرية تسمى بالأسناخ الرئوية. ننتقل إلى التنفس عند الحلزون. هذا الأخير يتنفس عبر الفتحة التنفسية الموجودة أسفل القوقعة، وتتصل بتجويف رئوي صغير يعني بواسطة قناة ناقلة. إذن فيمثل هذا التجويف رئة الحلزون، وهو العضو المسؤول عن التبادلات الغازية، لذا نقول بأن للحلزون تنفس رئوي. نمر إلى التنفس في الوسط الهوائي طبعا عند الجراد. إذن الجراد أيضا يحدث تبادلات غازية عبر الفتحات التنفسية الموجودة على مستوى البطن، تنطلق مجموعة من القصبات والقصيبات التي تنتهي بأكياس هوائية لتتم التبادلات الغازية مباشرة بين الهوائي وأعضاء الجراد، لذا يمكن أن نقول بأن للجراد تنفس مباشر. الآن نمر أيضا عند للتبادلات الغازية عند النباتات. إذن أيضا النباتات فهي تحدث تبادلات غازية، لكن النبات يتنفس عبر جميع مساحات النبات وخصوصا بواسطة الثغور، لعبارة عن فتحات تنفسية توجد بالخصوص على مستوى الأوراق. أما التنفس في الوسط المائي، نأخذ مثال عند السمكة، فالتنفس يتم بواسطة الغلاصم، تتكون من صفيحتين غلصاميتين يربط بينهما قوس غلصامي، تتكون من عدة خيطات غنية بالشعيرة الدموية، يعني تساعد السمكة على امتصاص نسبة كبيرة من الأكسجين من الماء، من الأكسجين المذاب في الماء، وتطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون. إذن الأعضاء المسؤولة عن التنفس عند السمكة هي الغلاصم، وبالتالي نقول بأن للسمكة تنفس غلصامي. نمر أيضا إلى النباتات المائية، فهي أيضا تتنفس في الماء، حيث تأخذ الأكسجين المذاب من الماء وتطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون عبر القشيرة. النشاط الأول، التمرين الأول، تمثل الوثيقة أسفلها رسما تخطيطيا للجهاز التنفسي عند الإنسان. السؤال هو: أعطي الأسماء المناسبة لأرقام الوثيقة. إذن نمر إلى الإجابة. الأسماء هي بالنسبة سهم واحد يشير إلى تجويف أنفي أو حفرة أنفية، اثنان رغامة، ثالثا رئة يمنى، أربعة قصبتان رئويتان، خمسة قصيبة، وسادسا كيس هوائي أو حويصلة هوائية.
الآن نمر إلى التمرين الثاني. أتمم الجدول التالي بما يناسب. إذن سنقوم بإتمام الجدول الذي يضم طبعا الكائن الحي، نوع التنفس، ثم العضو الذي تتم به أو بواسطته التبادلات الغازية التنفسية. إذن عندنا الإنسان، الجراد، السمكة، الحلزون. إذن عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، عليك التعرف على نوع التنفس بالنسبة لهذه الكائنات الحية والأعضاء المسؤولة عن التنفس. إذن بالنسبة للإنسان نوع التنفس رئوي لأنه تتم بواسطة الرئتان. الجراد نوع التنفس هو قصبي لأنه يتم بواسطة القصبات والقصيبات أو ما يسمى بالشبكة القصبية. بالنسبة للسمكة فلديها تنفس، يعني نوع التنفس هو تنفس غلصمي لأنه تتم بواسطة الغلاصم. أما بالنسبة للحلزون فهو لديه تنفس رئوي، يعني يتنفس أو العضو المسؤول عن التنفس هو الرئة. الآن نمر إلى التمرين الثالث. تمثل الوثيقة أسفل تجربة الكشف عن تبادلات الغاز عند النبات الأخضر مقسمة إلى تجربتين. التجربة الأولى واحد، والتجربة اثنان أو التجربة الثانية. إذن قبل أن نطرح الأسئلة سنقوم بالتعرف على محتوى هذه التجربة أو مضمون هاتين التجربتين. إذن بالنسبة للتجربة الأولى، نضع كأسا به ماء جير صافي أمام طبعا إناء يحتوي فقط على التربة، ونغطي الكل بجرس معتم، يعني جرس مصبوغ باللون الأسود لحجب أشعة الشمس. ثم نلاحظ بأن كمية الأكسجين هي 20 أو يشير الأكسيمتر إلى 20.9. في التجربة الثانية نلاحظ ماء الجير معكر بجانب النبتة الموجودة طبعا في الإناء في التجربة 2، ونلاحظ بأن الأكسيمتر يشير إلى 17.2. السؤال ألف هو: ما هي نتائج كل من التجربتين 1 و2؟ أو ما هو الاختلاف ما بين التجربة 1 والتجربة 2؟ ما هو الاختلاف الملاحظ؟ ب: بماذا تفسر هذا الاختلاف، يعني هذه النتائج؟ ج: ماذا تستنتج من التجربة؟ نمر الآن إلى توصيف الأجوبة عن التمرين الثالث. لاحظوا بالنسبة للتجربة 1 عدم تعكر ماء الجير، أما بالنسبة للتجربة 2 نلاحظ تعكر ماء الجير وانخفاض كمية أو نسبة الأكسجين. الجواب على سؤال ب، يعني بماذا تفسر هذه النتائج؟ إذن هذه النتائج يمكن تفسيرها بكون النبتة أخذت الأكسجين من الوسط وطرحت فيه ثنائي أكسيد الكربون، يعني ثنائي أكسيد الكربون هو الذي أدى إلى تعكر ماء الجير. بالنسبة للسؤال ج: ماذا تستنتج من هذه التجربة؟ إذا نستنتج بأن النبتة تتنفس، بمعنى أنها تأخذ الأكسجين وتطرح ثنائي أكسيد الكربون. للتحقق من مدى اكتسابك للأهداف المسطرة سابقا، نقترح عليك اختبار التحقق رقم 2. إذن نمر إلى وضعية الاختبار. إذن في إطار دراسة التنفس عند الإنسان، قام التلميذ أحمد بالمناولة الآتية. في بداية التجربة وضع ماء الجير في إناء الشكل ألف، تزفر عدة مرات عبر أنبوب في ماء الجير، النتيجة مبينة في الشكل ب. إذن ظروف تجريبية هي أن كما نلاحظ في شكل ألف عبارة عن أنبوب يحتوي على ماء الجير، نلاحظ بأن الماء الجير كيف هو. ثم في الشكل ب بعد التزفر من طرف هذا الطفل في الأنبوب ب. إذن السؤال ألف: قارن بين مظهر ماء الجير في بداية التجربة وفي نهايتها. إذن سنقارن بين ماء الجير في بداية ونهاية التجربة. ب: ماذا تستخلص من نتيجة هذه التجربة؟ إذن عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، خذ ورقة وقلم وقم بإنجاز هذا الاختبار في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
من أجل مقارنتها طبعا مع الأجوبة المرجعية، اكتب عدد الأجوبة الصحيحة التي حصلت عليها في المكان المخصص لذلك بكل خانة. يجب أن تحصل على نتيجة 3 على 4 على الأقل في مجموع الخانات. المقارنة الصحيحة هي في بداية التجربة كان ماء الجير صافيا وفي نهاية التجربة أصبح معكرا، بمعنى إذا أجبت بشكل صحيح يعني لديك 2 على 2، وغير ذلك يعني ممكن أن تجيب نصف جواب يعني 1 على 2. ب بالنسبة للسؤال الثاني، كنلاحظوا بأن أثناء الزفير نطرح ثنائي أكسيد الكربون يعني هو الذي أدى إلى تعكر ماء الجير. إذا أجبت بشكل صحيح فهذا يعني أنك حصلت على 2 على 2. إذا في مجموع هذا الاختبار، إذا حصلت على أكثر من 3 على 4 في مجموع الخانات فهذا يدل على أنك تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة، في حين إذا حصلت على أقل من ذلك فعليك الرجوع إلى الدرس.